لسه بقى بنكمل معاكم، وزي ما قلت لكم معانا النهارده يعني انا بعتبر الناس اللي زي احمد الزغبي هم المزنجيه بتوع الشغلانه. ليه؟ علشان خاطر بيطلعوا لنا اعمال مهمه وبيساهموا اعمال مهمه، وانا متاكد يعني انا دايما ببقى عارف المنتج مهم، المؤلف مهم، المخرج المين اللي اسمه بيتحط على الافيش مهم جدا، لكن اللي بيتعبوا قوي 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 هم مساعدين الاخراج، هم الكاستنج دايركتور. لكن احمد الزغبي هو واحد من الناس اللي كان مسؤول عن اختيار الممثلين في فاتن امل حربي، ولاد رزق 2، ليالي اوجيني، كان كمان مساعد اخراج في الحساب يجمع، في كمان فوق مستوى الشبهات، طبعا النجمه الجميله يسرى، لو هنتكلم على طل اصناعي، كاستنج دايركتور في ضد الكسر، احلام سعيده، اخر مسلسلات يسرى، كمان لعبه النسيان من المسلسلات المهمه جدا 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 في تاريخ دينا الشربيني، كمان حرب اهليه يعني. وعارفين اكيد كلنا زي ما انا كنت بقول لكم كده يكون معانا احمد الزغبي وهو مساعد اخراج ومخرج وكمان مدرب تمثيل وكاستنج دايركتور. احمد اشتغل في مسلسل مسلسلات اللي خد جرامي وهو رامي، المسلسل التقيل قوي اللي كلنا كنا مبسوطين ومتمزجين واحنا بنتفرج عليه. احمد اول حاجه انت منورنا، وانا مبسوط بالانترفيو ده لحاجات كتير قوي هنتكلم فيها، بس طمنا عليك الاول، انت اخبارك ايه؟ أنا زي الفل وربنا يخليك، ومسكي جدا على المقدمة اللطيفة دي، والله مش عارف أقول لك إيه. أنت تستاهل، وعايز أقول لك إن أنت بسم الله ما شاء الله يعني سمعتك في السوق الناس كلها بتشكر فيها جدا يعني. بس أنا لفت نظري حاجة مؤخرا في مسلسل زينة عاملاه اسمها الليلة واللي فيها. بالظبط، أيوه. لما بنيجي نتكلم على اختيار أدوار واختيار نجوم كانوا موجودين قبل كده وبعد كده ظهروا على الملأ زي مثلا علاء مرسي وسماح أنور، المسلسل ده نورهم بشكل كبير. مهمة الراجل اللي بيبقى كاستنج دايركتور هو ايه في الموضوع ده؟ طيب خلينا اشرح لك بشكل بسيط وسريع كده الحاجات بتمشي ازاي. ماشي تمام، يعني خلينا ناخد الليله واللي فيها واحكي لك الليله واللي فيها. مش يلا بينا امين يلا الأول. خلينا الاول ندي كريدت كبير قوي للمخرج استاذ هاني خليفه، طبعا واحد من اهم مخرجين الوطن العربي فيما يتعلق بتوجيه الممثل وفيما يتعلق بالستوري تيلينج. هو احد الاساتذه واللي انا فخور وممتن جدا 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 باني احد تلاميذه. طبعا طبعا طبعا، هو راجل محترم جدا. ده أول حاجة. شغلانة الكاستنج دايركتور في مصر ابتدت تاخد مؤخرا اللي تستحقه أو اللي تستاهله، بما إن عندنا سيزن رمضان هجيب لك الحاجات ده في أول سيزن رمضان وهوصل لك لليلة واللي فيها. ماشي ماشي. بما إننا بيبقى عندنا كمية أدوار مع ضغط الوقت، فبيبقى عليك تحمل المسؤولية كاملة إنك هتحط واحد قدام الكاميرا بكرة هو عليه إنه يأدي. فالحاجات بتبتدي من هنا، فمن هنا أنت بتاخد كريدت كويس ان الناس بيوصل لها ان في ممثل بيمثل لاول مره تحت مسؤوليتك الشخصيه. من هنا بياخد اكسبوجر، من هنا بيطلع، من هنا بنطلع اسامي جديده. اللي حصل الليله واللي فيها ان احنا طول الوقت بيفرق من مخرج لمخرج، ان انا واستاذ هاني دايما في بيننا نقاشات طويله جدا حوالين من اول الابطال لحد اصغر واحد عنده جمله في المسلسل. اوكي، مين هيبقى شكله عامل ازاي، بيقول ايه، طب ده انا شايفه كده، طب يا استاذ طب بنجيب فلان، طب ده فلان ممكن. انا جيت عملت معاكم كاستنج في الحساب يجمع زمان بس ما خدتونيش في الاخر. ايوه ما خدتونيش. ماشي معلش المره دي الاختيارات دقيقه جدا. لا 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 عادي، ما انا عارف الكلام ده، انا عارف هو دقيق وانا اتعلمت منه الدقه في اختيار الممثلين، عشان بيفرق لما تشوف علاء مرسي المره دي في دور هو مختلف تماما عن كل اللي عمله، مع ان الرهان عليه كان دايما في الكوميدي، دايما في الادوار اللي ممكن تجيب ضحك، بس الراجل في الاخر هو ممثل تقيل من الناس من المدارس الكلاسيكيه اللي بتمثل بضمير وبتمثل بمذاكره وبتمثل باحتراف. الراجل ده مؤخرا متصنف كوميدي. هيحصل ايه لو حطيناه في حاجه جديده؟ حاجه دراما طبعا، كان في تخوف. ودور تقيل ودور سايكو ومختلف تماما. فمن النقاش مع المخرج بيقول طيب هو الرهان في الاخر هيتحمله هو. مين اللي رشح بصراحه يا احمد؟ مين اللي رشح علاء مرسي وصباح انور، انت ولا هاني خليفه؟ هاني خليفه، يعني هاني خليفه صباح انور كان اختياره خالصا، يعني هو كان مقتنع تماما الناس دي. لا يعني ما هو لو مش اقتنع مش هيشتغل، يعني لو مش اقتنع مش هيشتغل، ده اكيد.
علاء مرسي كان في كلام حوالين التخوف من فكرة ان الكوميديا انه بس يعني انا كنت قلب جامد كان حاسس ان هو فكرة بره الصندوق تماما يعني. وده اللي حصل، ده اللي احنا شفناه فعلا. انه لا انا حاسس ان ده فكرة مختلفة، ده اللي حصل يعني، حاسس فكرة مختلفة. وطالما معاك مخرج شجاع فانت تراهن براحتك، فانت تفكر. وانا انا عايز اقول لك يعني انتوا طبعا ردة فعل على المسلسل، انا 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 بص اقول لك على الصراحة، انا ما اول ما شفت المسلسل ما كنتش متحمس، اول ما شفت الاعلان اول حلقة جرى تاني حلقة هو في يا جماعه المسلسل ده، عارف تحس ان هو ده كان الرهان، قاعد يشدك المسلسل لحد ما وصلت لاخره. وده هيخليني يا احمد اسالك، انت 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 راجل بتدرب بتعلم تمثيل وانت يعني عندك خبره في ده، وانا عارف مين اللي بيتدرب عندك، انا ليه اصدقائي بيتدربوا عندك. فكره ان انت اي حد عايز يتعلم تمثيل وينمي موهبته يعمل ده ازاي؟ الطريق ازاي؟ الطريق ازاي دلوقتي بقى عندنا قنوات مفتوحه اسمها ورش تمثيل. ورش تمثيل دي اصبحت قناه جديده لفكره ان لو انت دلوقتي مهندس والكارير بتاعك طول الوقت هندسه، بس انت حاسس انك موهوب من صغرك بس ما عندكش فرصه انك كنت تدخل معهد فنون مسرحيه او يبقى عندك طريق تاني في التمثيل، فليه ما تروحش ورشه تمثيل انت هتجرب نفسك فيها، هتسمع اللي يقول لك الحاجات يعني بصدق تام، انت فين واصل فين، ده اللي بيحصل عندي تحديد. ماشي، هختار هختار يا احمد بناء على ايه؟ ما هو بص اقول لك على حاجه، انا بكلمك انا بكلمك دلوقتي علشان انا عارف الراجل ده سمعته عامله ازاي، وبكلمك دلوقتي علشان عارف ان انت الناس بتخرج من عندك متعلمه حاجه، فانا اختار ازاي الورشه المناسبه، ايه اللي فيها يعني كورشه تمثيل؟ الورشه بتاعتي تحديدا احكي لك عنها حاجه بسيطه جدا. ماشي. هي ورشه براكتيكال، ورشه عمليه. انت بتحب التمثيل، انت هتيجي تمثل. يعني انت مش هتتعلم منهج اكاديمي، انت هتاخد مجموعه من المشاهد، مجموعه من المونولوج، انت هتحفظها، هتيجي تمثلها، كل مره هتمثل اكتر من مره، هناخد كومنت، هناخد دايركشنز، هنشوف رينج التمثيل بتاعك واصل لحد فين، هنمثل بطرق مختلفه، هيحصل تطور كبير قوي. يعني حتى الممثلين المحترفين والممثلين المبتدئين بيجوا لي الورشه. المبتدئ فهو بيجرب نفسه بالتمثيل من الاول، المحترف فهو بيجرب طرق جديده وادوات جديده بالتمثيل. يعني هنا الورشه الحمد لله الحمد لله مسمعه جدا، بتبقى فولي بوب من غير اعلانات، وان شاء الله في ورشه في دبي في منتصف ما أنا يعني انا بس عايز اقول يعني انا كنت لسه برضو هسالك على حاجه زي كده، هتخرجوا بقى من مصر وهتعملوا حاجه بره في الوطن العربي ولا لا؟ دي يعني ايوه دي خطوه ابتدينا ناخدها في ورشه في دبي في منتصف اكتوبر، اعلنا عنها وبدأ الناس تتواصل معانا وفي ناس اوريدي. احنا بس عايزين نقول للناس على حاجه يا جماعه، احنا الحاجه دي احنا بنتكلم فيها علشان لو في حد عايز يستفيد، لكن هو مش اعلان خالص، بس هو لو حد عايز يستفيد لحاجه زي كده يعني اتفضل، عنده المساحه موجوده وفي اكتر من مكان، بس انا بتكلم معاكم على شخص انا عارف شغله عامل ازاي. كل حته يعني ورش تمثيل في كل حته، وورش التمثيل كلها مفيدة، يعني كلها هتعلمك حاجة لو رحت لحد هو قوي جدا، حد مش قوي، لو انت مبتدئ هتتعلم حاجة. اعمل حسابي بقى حاجة. اعمل حسابي تعالى عشان الورش عندنا بتحطك في ظروف اللوكيشن، بنسيميوليت شوية الضغط اللي بيبقى عليك في اللوكيشن عامل ازاي، انت ما عندكش غير تيك واحد، انت لازم تقول الكلام، انت لازم تبقى رايح شايل نفسك محضر ادائك، لو طلب منك تغير ادائك هتعمل ايه. صح. وكمان على مستوى مثلا النجوم في الوطن العربي، يعني في سنتي خليفه مثلا، اللي حد من لبنان مش لازم يكون مصري، يعني سنتي خليفه جات ومثلت هنا ومثلت اكتر من حاجه، وابتدت نمره 2 لما عملنا حلقه نمره 2 مع اسر ياسين كان كمان سنتيا في البطوله، وهي جت من لبنان وعملت دور لطيف قوي معانا. مش بالضروره يكون حد مصري، التمثيل ملوش لغه في الاخر، يعني ده حقيقي لغه ولا ليه لهجه. ودايما بقول حاجه ان معيار الممثل هو انك تصدقه، الموضوع مش معقد، انت صدقته ولا ما صدقتش، يعني احنا هنا الموضوع مش محتاج فزلكه كبيره، مش محتاج تقول انا دارس ميثود اكتنج ولا دارس مايزنر ولا دارس او دارس، انت صدقته ولا ما صدقتش. احمد زكي وصل لنا كلنا لحد دلوقتي. لا ممثل حقيقي، ده حقيقي احمد زكي، يعني نتمنى ان يطلع بس حد نص موهبته، اكيد عندنا طبعا موهوبين كتير. احمد انا عايز سريعا كده سريعا كده، انت انتهيت من القاهره مكه، مسلسل القاهره مكه، وكان عندك شغل تاني، قول لنا سريعا كده الدنيا اخبارها ايه؟
سريعا كده مضيته بالفعل مسلسل نيلي كريم في رمضان استاذ منذر العدل وتاليف دكتور مدحت وان شاء الله مسلسل صعيدي ومختلف تماما مضيته بالفعل وابتدينا في مرحله القرايه يسرى ما بتشتغلش من غيري كده كده. طب يعني اقول لك ايه طب يا جماعه يا جماعه على مسؤوليه احمد الزغبي انا داخل في 3 4 مسلسلات جايين يعني يا مسهل ان شاء الله باذن الله. الفيلم دلوقتي حالا انا شغال فيه فيلم عزيرو لسه بساكن فيه ناس ده بتصويره عزيرو محمد رمضان بطوله محمد رمضان وبطوله نيلي كريم الاثنين وده شغالين فيه دلوقتي في الفتره الحاليه مع استاذ مندل عدل وبرده تاليف دكتور مدحت وانتاج العدل جروب ده اللي شغال فيه. قرب يعني قرب يخلص قرب يخلص الفيلم ولا هو فيلم؟ لا هو فيلم قوي فيلم فيه مجهود فلسه شغالين فيه بس طورنا منه حوالي يعني اسبوع او اكتر بس فيلم هيبقى من الافلام المهمه ان شاء الله. يعني محمد رمضان محمد رمضان طالع بشكل جديد في الفيلم طالع بشكل جديد تماما وشخصيه دراميه وان شاء الله ان شاء الله يبقى فيلم حلو ما اقدرش اقول اكتر من كده عنه عشان ما احرقوش يعني دول اكيد دلوقتي احمد يعني جود اكتر من مسلسل جود لك في كل حاجه انت بتعملها انت من اشطر الناس اللي موجوده في مجالك وجود لك كمان في الورك شوب اللي هتكون موجوده في دبي ان شاء الله باذن الله. يعني متطلع جدا انا اشوف ناس جديده واقابل ناس من جنسيات مختلفه ده هيضيف لي انا كمان شخصيه اكيد اكيد يعني. اكيد ان شاء الله باذن الله واكيد يعني انا كمان ان شاء الله احاول اكون يعني حريص ان انا اكون موجود معاك في حاجه زي كده ليه لا يعني نعمل حاجه كده حبيبي يا احمد ميرسي جدا جدا على وجودك معايا النهارده شكرا على شويه تصريحات حلوه كده انت قلتها لنا النهارده على جميع الشغل والاعمال اللي انت عملتها جود لك في اللي جاي ومبسوط ان انا سمعت صوتك حبيبي يا احمد ميرسي جدا شكرا شكرا ليك. طيب اكيد لسه بنكمل معاكم حلقتنا للنهارده ويعني زي ما سمعتوا احمد زغبي كان بيكلمنا عن الهاو بتاع ان انا ادخل اصلا المجال ده وكمان كلمنا عن اعمال تانية كتير متحمس جدا ان انا اشوف فيلم محمد رمضان اللي جاي وهو الناس كلها بتقول ان هو حاجة مختلفة تماما. طيب خلينا نروح نسمع نانسي عجرم ومرشميلو صح 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 ونرجع لكم تاني.